بعنوان معرض رسامون عراقيون، افتتح هذا الأسبوع في بغداد المعرض السنوي لجمعية التشكيليين العراقيين بمشاركة أكثر من 60 عملا فنيا ل60 فنانا عراقيا، جسدوا مختلف المواضيع بأساليب وخامات وطرائق عمل متعددة. وكان الاستوديو ظهير هذه الجولة واللقاءات مع الفنانين المشاركين. معرض رسامون عراقيون لعام 2024 على قاعة جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين بحضور أعضاء الهيئة الإدارية وشخصيات ثقافية وفنية والمهتمين والمتابعين للمشهد الثقافي والفني بالعراق. معرض اللي تقيمه جمعية التشكيليين العراقيين هو تقليد سنوي لإظهار نشاط الفنانين التشكيليين، ويساهم في هذا المعرض فنانين من مختلف الأجيال، يعني كل واحد فنان وتجربته، يعني كأنه احتفال أو مهرجان سنوي في هذه المناسبة. التجارب اللي نشوفها للفنانين الشباب وفنانين أكبر وفنانات أيضا، التجارب مختلفة اللي تستلهم التراث واللي تشتغل على الحداثة الفن الحديث، كلها تجتمع لتعطينا ثمرة لما وصل إليه الفن التشكيلي العراقي. عرض في هذا المعرض أكثر من 60 عمل فني، حيث تميزت الأعمال باختلاف الأساليب والخامات وطرائق العمل والتنفيذ. شارك فيه نخبة من فناني العراق من أجيال مختلفة. شاركت بهذا المعرض بعمل واحد، وهو المسموح به لكل فنان أن يقدم عمل واحد، أن لا يتعدى قياسات من ضمن الشروط طبعا، يعني مثل ما تشاهد أنه هذا اللي بخلفي هو عملي، في أشتغل بمنطقة التجريد متخذا موضوع الأثر والأثر على الذاكرة أو ذاكرة الأثر، والعكس هو صحيح. يعني عملي هاي السنة شاركت بهذا العمل اللي هو يحكي عن نقول الحياة المعاصرة. أنا أكثر أعمالي تحكي عن الحياة المعاصرة بواقعية تعبيرة، لكن هالسنة شوية اختلف، صار بي معاصرة أكثر، يعني شوية حداثة أكثر، خليت لمسة جديدة بهاي اللمسة إنه سميتها واقع افتراضي. اللوحة يعني تحكي عن إنه عالمنا كله صار افتراضي الآن. وأكد أغلب الحاضرين إعجابهم بالأعمال المشاركة والطروحات والأفكار والأساليب المقدمة للفنان العراقي، وما قدمه من نتاج جمالي وإبداعي ملهم بتاريخ العراق الكبير. عمر كريم، قناة دجلة الفضائية.